أحسن الله إليكم. يقول: عبارات تكثر مثل الثقة بالنفس والاعتماد على الذات، هل تصح هذه العبارات؟ الثقة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين هي خلاصة التوكل ولبه، والتوكل لا يكون إلا على الله، لا يكون إلا على الله. فالثقة التي هي خلاصة التوكل ولبه لا تكون إلا بالله. وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاوى عن هل يجوز أن يقول القائل الثقة بالنفس أو أنا أثق بنفسي أو نحو هذه العبارات، فأفتى رحمه الله تعالى بعدم جواز ذلك، وقال: كيف يقول ذلك وفي الدعاء المأثور اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ كيف يثق بنفسه وفي الدعاء المأثور اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ فالثقة وكذلك الاعتماد، اعتماد مثل الثقة بالنفس أو الاعتماد على الذات أو نحو هذه العبارات، كلها هذه عبارات حديثة، كلها عبارات حديثة، وكثير من هذه العبارات دخيلة ولا وجود لها أصلا عند أهل العلم ولا عند المتقدمين. ومثل هذه العبارات إنما نشأت من ضعف البصيرة والعلم بالهدي الصحيح والنهج القويم المبني على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى عظم التعلق بالأسباب والالتفات إليها. ولهذا من مثلا كان عنده دربة على ما يسمى مثلا بالمهارات أو الوسائل والطرائق في التعامل أو نحو ذلك وتعظم تلك في نفسه، ربما تولد عنده من بسبب تعلقه بهذه الأشياء ربما تولدت عنده مثل هذه العبارات الثقة بالنفس والاعتماد على الذات أو نحو ذلك من الكلمات.